مساء الفل عليك زميل عزيز يا حمزه، مساء الفل على نجومك وضيوفك الكرام، مساء الفل على مشاهدينا الكرام هنا من امام النادي الاهلي، ويعني ما محيط وكواليس جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه اللي هيكونوا النهارده النادي الاهلي في استقبالهم لمشاهده هذه المباراه، مباراه القمه بين الاهلي وكاس في نهائي كاس مصر. انا اقول لك يا الاول، يمكن اداره النادي الاهلي كلفت الاداره التنفيذيه بتوفير كل سبل الراحه للجمعيه العموميه، بتوفير شاشات عملاقه، شاشتين النهارده هيكونوا في استقبال الجمعيه العموميه، الشاشه الرئيسيه اللي هتكون في محيط او في نصف النادي، وشاشه ايضا خلف مبنى مجلس الاداره. يمكن دول الشاشتين عملاقين جدا، وهيكون في شاشه هتكون احتياطي ايضا لو عدد الجمهور زاد. خليني اقول لك ان يعني من الساعه 2 احنا متواجدين هنا من امام النادي الاهلي، يمكن الاعداد كانت الى حد ما قليله، لكن الاعداد تتزايد بشكل كثيف جدا، نظرا لحاجه مهمه جدا، النهارده كان اخر يوم لطلبه الثانويه العامه، يمكن عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه او الطلبه المتابعين لكره القدم من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. خليني اقول لك بقى، الجمهور اللي واحنا واقفين العربيات، النهارده الاهلي هيكسب؟ لا، النهارده الاهلي هيخسر؟ لا، احنا متفائلين، احنا مش متفائلين. فانا اقول لك حاله من القلق يتبعها ثقه، يعني ثقه في جمهور النادي الاهلي، في اللاعبين النادي الاهلي النهارده ان هم يحققوا نتيجه ويفوزوا بكاس مصر ويصالحوا جمهورهم على حد قول النجوم او الجمهور المتواجد هنا. وانا موجود من الساعه 2 حول محيط النادي الاهلي، يمكن بسال اعضاء الجمعيه العموميه، بسال الجمهور اللي جاي يتصور امام النادي الاهلي، يعني واحد بيقول انا جاي اتصور عشان انزلها واقول ان شاء الله النهارده الاهلي يفوز 3-1، النهارده الاهلي يفوز، النهارده يعني كل جمهور عنده حاله من القلق، لكن بتفاؤل الى حد ما. خليني اقول لك برضو، النهارده الكابتن محمود الخطيب بوجه الاداره التنفيذيه بتوفير الخروج والدخول واماكن السيارات، اماكن ركن السيارات لاعضاء الجمعيه العموميه وايضا للجمهور. انت النهارده جاي مع صاحبك اللي هو عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي، كنت بتقطع تذكره؟ لا، النهارده تخش معاه بالمجان، ويمكن اداره النادي الاهلي موفره ده النهارده. يمكن ده كل ما يحيط هنا في كواليس النادي الاهلي ومحيط من امام النادي الاهلي. زميل عزيز يحيى حمزه، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز عمرو مختار. نروح لنادي الزمالك مع الزميل العزيز احمد المسيري، نتعرف على الاجواء هناك. يا احمد، مساء الفل عليك، اتفضل. برحب بيك زميل عزيز يحيى حمزه، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، برحب ايضا بنجوم التحليل اللي موجودين معاك من هنا من داخل نادي الزمالك ب100 عقبه، واجواء اكثر من رائعه داخل نادي الزمالك. يمكن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور اعلن حاله الطوارئ اليوم، يعني يمكن تم منع حصول اي عامل على اجازه اليوم، وعلى اساس ان الجميع يعمل، النادي يعمل بطاقته الكامله. يمكن احنا متواجدين منذ ساعه مبكره، يمكن تقريبا من الساعة الواحدة ظهرا، ورغم ارتفاع درجة الحرارة واللي وصلت إلى 30 درجة مئوية، يمكن شفنا عدد كبير من أعضاء نادي الزمالك بدأوا يتوافدون على مقر النادي لمتابعة لقاء القمة ما بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. يمكن أيضا مجلس الإدارة يمكن خصص بعض عربات الجولف لنقل كبار السن من البوابات الرئيسية، البوابات الموجودة خارج النادي، لنقل الأعضاء والتيسير عليهم لمتابعة هذه المباراة. يمكن تم تخصيص أيضا 11 شاشة عملاقة في أماكن متفرقة في أروقة النادي لمتابعة هذه المباراة، خاصة وأنت زي ما أنت عارف يا يحيى أن النهاردة الخميس والجمعة من المتوقع أن يصل أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين من نادي الزمالك النهاردة يمكن لا يقل عن 10,000 من أعضاء الجمعية العمومية، هيكونوا حريصين على التواجد أمام الشاشات العملاقة لمتابعة المباراة عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس لتشجيع فريق الزمالك. يمكن استطلعنا عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه، يمكن هناك حاله من الترقب، البعض متفائل، البعض اكد ان الفوز سيكون من نصيب الزمالك خاصه بعد النتائج الطيبه التي حققها في الفتره الاخيره، لكن البعض الاخر قال ان مباريات القمه لا تعترف الا بالمجهود والاداء داخل الملعب، وان اللي هيكون مركز اكتر داخل ارضيه الملعب هيكون الفوز من نصيبه، وايضا سيتم تتويجه بلقب كأس مصر. يمكن هنا زي ما قلت أجواء أكثر من رائعة هنا داخل مقر نادي الزمالك، والآن عودة ليك يا يحيى، اتفضل. كل الشكر للزميل العزيز أحمد المسيري من نادي الزمالك. نطير سريعا لكفر الشيخ مع الزميل العزيز أسامة العودة من نادي سيتي كلاب لنتعرف على الأجواء والتفاصيل هناك. يا أسامة اتفضل، مساء الفل عليك.
برحب بيك زميلي العزيز يحيى حمزه، برحب بيك وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل نادي سيتي كلوب بكفر الشيخ، وقبل لقاء القمه قمه الكره المصريه في نهائي كاس مصر 2021 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. خلينا يعني ليك اخر الاخبار والكواليس هنا من داخل محافظه كفر الشيخ وبالتحديد من داخل نادي سيتي كلوب. الحقيقه الاجواء اكثر من رائعه هنا في نادي سيتي كلوب، خدمه مميزه جدا بتقوم بها اداره نادي سيتي كلوب لتيسير مشاهده ومتابعه اللقاء لكل الاعضاء، وده اللي متعودين دايما من إدارة سيتي كلوب في كل فرع بنروحه سواء في كفر الشيخ أو في طنطا أو في شبين الكوم أو في العبور أو في بنها. كل الفروع بتقدم خدمة مميزة جدا لكل السادة أعضاء الجمعية العمومية بها. يمكن إدارة نادي سيتي كلوب بكفر الشيخ قررت إذاعة اللقاء على شاشة عرض عملاقة، ويعني قرروا أيضا توفير عدد كبير جدا من الكراسي أمام الشاشة العملاقة. يمكن النهاردة يوم الخميس وبيكون غدا عطلة رسمية هو غدا الجمعة، عشان كده هيكون في استقبال عدد كبير جدا من السادة الأعضاء. يمكن بعد الساعة 5 بدأت الحركة تدور شوية هنا في نادي سيتي كلوب بكفر الشيخ، وبدأت الأعضاء يعني الأعداد تتزايد إلى حد ما، ويمكن قبل اللقاء بساعات قليله جدا هيكون العدد كبير جدا هنا داخل نادي سيتي كلوب. يمكن احنا التقينا عدد من المشجعين، مشجعي نادي الزمالك والنادي الاهلي داخل محافظه كفر الشيخ منذ وصولنا هنا. الجميع الان من نتيجه المباراه لاول مره كلا الجمهورين حاسين ان يعني في قلق من النتيجة، ده بيقول لا الزمالك أقرب، وجماهير الزمالك بتقول لا النادي الأهلي هو الأقرب لقاء نظرا لأن النادي الأهلي مش بيخسر مباراتين ورا بعض. يمكن دي آخر أخبارنا وكواليسنا من داخل نادي سيتي كلوب فرع كفر الشيخ. عودة لك مرة ثانية زميلي يحيى حمزة، تفضل. كل الشكر للزميل العزيز أسامة العودة. نروح سريعا للزميل العزيز مجدي الشربيني اللي طلعنا على الأجواء. مجدي مساء الفل عليك، تفضل. مساء الخير على حضرتك كابتن يحيى، ومساء الخير على ضيوفك الكرام الكبار، ومساء الخير على كل مشاهدينك في كل مكان، إذا كان هناك في استاد القاهرة كرنفال جماهيري فأيضا هنا في أحد المناطق الشعبية الجميلة داخل محافظة القاهرة كرنفال جماهيري أيضا. فمنذ صباح الباكر رأينا جماهير نادي الزمالك جنبا بجنب مع جماهير النادي الأهلي سويا إلى استاد القاهرة، ورأينا أعلام النادي الأهلي ممتزجة بأعلام نادي الزمالك. فهنا تحت شعار اختلاف في التشجيع لا يفسد للود قضية أبدا، لما دخلنا كمان السوق انت عارف خفة دم المصريين الشعبيين، هناك مناوشات جميلة جدا ما بين الأهلوية والزملكاوية، ولكن الكل اجتمع على حاجة واحدة، هي المباراة صعبة فنيا جدا داخل أرضية الملعب، وسوف تمتد إلى أو هم بيتوقعوا أنها ممكن تمتد إلى وقت إضافي بعد انتهاء المباراة. الكل هنا سعيد وفرحان جدا بليلة رياضية كبيرة بين قطبي الكرة المصرية، وخصصوا كمان مكان كبير جدا في شاشتين يمتزجوا فيهم جمهور النادي الأهلي أمام جمهور نادي الزمالك. مناوشات حلوة جدا وخفة دم المصريين هنا رائعة جدا، واحتياطات أمنية كبيرة جدا أيضا داخل القاهرة وداخل المناطق الشعبية. دي كانت كل كواليسنا من هنا من أجمل منطقة شعبية داخل محافظة القاهرة. أتكلم على حضرتك.